عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله أوقاتكم بكل خير. طيب يا جماعة، قبل لا نتهاوش، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة، وصلوا من لندن الحمد لله. ويا جماعة أعطوني هدية هالمرة، ما نسوني، بس خلونا نشوف الهدية هذه وش فيها. لا لا لا، عجبتني. هذا آخر الناس وكل شيء. مدري جوانا، تعالي نروح هناك نشوف الهدية. بابا لو سمحتي، هنا شوفوا، ما يجون لأنهم عارفين وش مسوين. أدري. طيب أنا أبغى الناس يعني تشوف معايا يعني. بسم الله، نستحل يا بابا الهدية. ها، الله، هذا فيل زين. هذه من ريما، حتى خرطومه مايل، مي مشكلة، نوديها الصناعية يا بابا. مرة ها، يحتاج عملية خشب. لا لا، جميلة مرة. اللي بعده، ها، هذا عطر جميل، أنا شميتها وشفناه يا جماعة، لكن بقول لكم اصبروا. ها، عطر بن هاجوس، أفخم عطر ممكن تلاقيه في السوق. ما شاء الله، من عائلة محددة، كانت مكرر كلام بنت. ماركتينج، تسويق، أنتي تفضل. رمضان جاي وعيد وكذا، عطور لازم. ها، بن هاجوس، والله من كبر اسمه ما أعرف أقرأ. بن هاجوس. طيب بابا، ما شوف ايش سوت ماما بحركتها السحريه، عفطت الكيس. صح صح، افتح الكيس. وشو؟ خلاص، بس خلصنا. ايش في الكيس؟ فاتوره. فاتوره. ليش؟ عشان ادفعها. ها، خلنا نطلع الفاتوره. بالله، في احد يجيب هديه وفيها فاتوره؟ وش المطلوب يعني؟ احنا لا، والهديه من لندن، ارجع لندن اغيرها مثلا، ما تجي. لكن كانها بدر، هذا دين، ابغى دبل. صح، والله غالي. ها، شفتوا؟ والله حلو العطر، مره عجبني. عموما يا جماعه، اخيرا. لا يا ابن الحلال، والله خلاص تكفى. لا، واحد يرقص. اخيرا خربطه طيشن، لكن هالمره بنسوي لكم خربطه طيشن عشان شهر رمضان المبارك. ادري باقي لكم اسبوع، عسى الله يبلغنا وياكم لا فاقدين ولا مفقودين. فقلنا نسوي لكم كذا حركات بركات، على قولة راعية الفاتورة. راعية الفاتورة. زين، اليوم مالح وحلو. طبعا يا جماعة، ترى هذا بيكون ثامن رمضان معاكم. والله كبرنا يا جماعة. ثمان رمضانات معاكم. نعم، ايه، بدري. والله يا جماعة، إني في ناس قابلتهم هنا بدبي ولا بالشارقة، يقول بدر تراني تزوجت، وأنت كنت يعني واحد من الناس اللي كنت أتابعهم في مراهقتي، افتضل 18 و17 سنة، حسيت إني شايف. الله يعطينا وياكم طولة العمر في صحته وطاعته. اليوم اللي ما يعرف الخربطة طيشن، شيء خرابيط بس خفيفة، لكن هالمرة بدكها رمضانية. وكالعادة الحكم يقعد هنا ويشوف ايش الخرابيط اللي راح يسووها. 1 2 3 قرعة. حجر ورقة مقص. لا لا، ابدأ مرة ثانية. يلا حجرة. يلا حجرة ورقة مقص. بابا فاز. والله احنا دائما كورونا. 3 مرات لو سمحتوا. 3 مرات. لا خلاص، احنا يلا يا حلو. غريب انه يبدا الحلو لكن شكله قوي. الحلو يا حلو. انا احب المانجا صراحه. يلا يا مالح، تفضل هنا يا مملوح. يلا لا سمعنا. شوفوني هناك في الشباك. لحظه بابا. طبعا مو انا اللي جبت الوصفه ولا سويت شيء ولا ادري وش السالفه. صح يا ابدا، وما جهزت لكم شيء. يلا اشرحي. بسكوت دايجست اوف كوكيز. وش بعد؟ كوكيز شاهي. بسكوت. بسكوت شاهي. وعندنا كراميل. حلو. مانجو اهم شيء. والكيري اللي حسوه. قشطه. ايوه. ونستله. يا سلام. ثلاثه. لا، الخطه، خربطه الطيشه. واول شيء نسويه، ناخذ المانجا ونخليها شرائح ومقطعه. نعم. طلع شيل. نقطع المانجا. سلام، تفضل. ايوه، نجيب الخلاط. من يذكر يوم ريما حرقت الخلاط؟ لازم اشارك. اي والله، خرطة الطيش ذاك الاسود. دفعت كم؟ لا خلاص. يلا، ايوه، نقطع المانجو الى شرائح.
عادي بالقشره حقتها اي صح خربطه طيش عادي لا لا يا جماعه خليني اوريكم حركه يمديكم تسووها حتى يعني بالاكواب ايوه تفضل عادي 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 الدنيا خربانه اصلا الدنيا خربانه يا سلام عليك اي اي خير المهم ارمي المشكله المشاكل عليه يا ويل حالي خلاص نكست انت الحين قاعد تاكل ليش؟ جوعان عزوز ترى في نقص طحاط الحكم قاعد يشوف الحكم قاعد يشوف هالمره ما راح احرق الخلاط بس اللي حنسويه ان نحط شويه مويه بعدين ناخذ اللي هو السكر اللي جوه ما راح ترجع نعم نحطه امصه جو واحد ما ابغى اسوي يصير الله كذا الريحه ما شاء الله حلوه واحد في وادي والثاني في وادي وزي كذا على طول نفتح الخلاط ونخليه يخلط يلا اكيد بس بيرقص يعني في قشرة كنت بقول رمان مانجا جوا بارد اوكي كذا نكون خلصنا للحين يشم ذا حلو الحين نجيب قدر صينية نصبه صينية ولا قدر اوه سموذي اوه ما شاء الله وناخذ نحطه على نار متوسطة الين تشوفوه يسوي بق بق قاعد يبقبق الحين يجي الجزء الثاني من الحلى الجزء الثاني يس وانتي عنك فانت فاكر الحين الكاري هو اشغله عشان اسوي الشغل الحقيقي وعندنا هنا اللي هو قشطه وحليب مكثف محلى هير وي جو مدري ليش الكلمات اليوم ضايعه من عقلي يعني هذه اوصافي انا ما شاء الله قشطه ومحلى انا اسف ايش؟ لا ولا شيء باخذ نص الحليب المحلى عادي ايش يلا كذا الباقي طبعا مشروبه عادي كذا وكم كم حبه كاري؟ 8 صح لا 6 6 والله الحكم الحين هنا مشلوق المفروض اخضه قبل ما اكبه بس كلها يس شكرا يمي اللي بعده نفتح الخلاط بعدين نحطه فيه I don't know لو الحياه مو دقائق وثواني بتكون ايام وسنوات نعم في عندكم شيء قاعدين نحرك هنا تفضل تدخل البقبق صار الحكم قاعد نقص نقاط زين؟ اي والله قاعد نقص اي فجأة يحترق علينا وهي انت قاعد تشغلنا في رفعت الضغط بالاشياء اللي قاعد يسووها يلا يا اخي مرة احنا محترفين بس انتم كريهين مو كريهين كارهين هيترز المهم باك ذا اتنشن اون مي طبعا احنا عندنا هنا الصحون اوكي سبحان الله بالي جنود تفيدنا كثير وعرف والله مو انا المشكله ماني قادر يا انت عبد العزيز كيف حالك؟ شفت لازم انا اصلا اسوي كل شيء انا احصل لك كل شيء اصلا اسوي؟ دار خلصنا والحين نعبي الصحون نص صحن بس لان الطبقه الثانيه حتكون فيها حركات وبركات وكرنش ومو كرنش يا سلام يس زي كذا كانها شربت عدس يمي احب شربت عدس قاعد اكتب نفس الشيء او ماي جاد ايش اكله ما تحبوها في رمضان؟ يا اكتبوا لنا في التعليقات يس انا شو اسمه شيء ما احبه في اكل رمضان اللي هو شربة الشعير شو اسمه؟ شوفان شوفان حلو وين هذا ما ختم في كل بيت يا شيخة احب الشوفان بس شربت الشوفان ابدا لا ناخذ ونحط واحدة بالنص يا سلام بدون ما تقطوها تخلوها كذا اها تتشرب يعني ضغط فري فري ضغط وبعد ما نحط الكوكيز عليها نخليها تشرب نخليها تبرد شوي مو لازم ندخلها في الثلاجة يمدينا بس كذا ننتظر مدة كم طيب؟ 3 سنوات Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? يلا الحين نحط اللي هو الجبنة الكريمة القشطة اللي هو بس سوري كنا قاعد نتكلم لا فوزيهم خلاص ما بقى شيء خلوهم لازم اخربط الطيش والله ضغط الرفع الكاميرا على طبخ لا اي صح انا اسف يا اخي هو حلو بركة زي كذا نسوي الله عليك والله ريحته رمضان واخر شيء يمكن تسوي اذا تبغون يمكن تحط فوق اصلا اي شيء بنحط اللي هو جارنش اللي هو زينه
يعني حبة فراولة مثلا ولا شيء يتعلق بالمانجا. ترى يلا يلا نشوف حركات ريما. اي خلاص خلاص توكل على الله توكل على الله. طيب طيب خلاص يا شيخه قالت ماما تعالي بليز. ايش الخطوه الحين؟ نحطها في الثلاجه صح؟ كذا خلاص نكون خلصنا. الحين بدكم تحطوها في الثلاجه until it's cold. لما تصير بارده. نعم. خلاص كذا خلصتوا؟ الحمد لله. لو سمحت نظف اللي وراك وخلد. يا رب. ورجعنا لكم في خربطة عيش المالح. المهم يا جماعة اليوم وصفتنا بأسوي أسرع شيء، لكن أنتم بتفهمونها إذا بتحطون لحم مفروم ولا دجاج ولا لحم عصافير اللي تبي. أنا سميتها خواتم مريرة. هلا هلا. المهم أول شيء يا جماعة عندنا الحين ثلاثة أنواع من الأجبان نبي نخلطهم كلهم مع بعض. زين يا ماما اخلطيهم بس مو كلهم، يعني حطي نص نص نص. زين عندنا هنا يا جماعه توست. واو هذا مو تعزيز، هذا تخريب. هذا وش نسوي بالتوست يا جماعه؟ نقصها يا جماعه الى هذا الشكل. شوف شوف السحر. الله الله الله. انت خلطتي الحين. او نو 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 نو. جيبي ملعقه. لا هذا حق جبنه السايق. هذا الخبز الحين على بال ما تخلص السنة الجاية إن شاء الله. عادي يا جماعة ما عندي مفردة عجين والله، فكحس. الله توفير يا جماعة. فضايح نيشن. أي فضايح نيشن. أبد تفردون التوست يا جماعة عشان تصير بعدين زي الخواتم. أنا أعلمكم الحين. الله خواتم منيرة. يا سلام. مين منيرة؟ والله ما أعرف. صدقني أنا لو أعرف أقول لك. واحدة كذا بس جبت اسمها. والله ما أعرف. يا سلام. زين يا كذا يا جماعة. كذا. والله واضح الغصبة. هذا الحين عبارة عن تدريب عشان رمضان تستلم المطبخ. اي مشكلة، كل سنة انا استلم المطبخ. الله الله عليك، الله عليك. سلمتيه يحترق وخلاص. العالم والله عارفين، والله العظيم عارفين خلاص. ثمان رمضانات ها؟ ايه كل ما سلمت على واحد يا اخي لمتى تحرق زوجتك لك؟ الحين بعد ما خلطنا الاجبان هنا نقدر نحط مثلا زعتر. ايوه زعتر. زين يا جماعة حسب الطلب، يعني الناس تبغى مثلا تحط كيجن اللي هي الحارة، وهنا شيء حار. يا سلام تبي تحط الرز؟ رز؟ عادي، يعني حاجة زي كذا يا جماعة. الحين ميكس، يلا. شوف يا جماعة، صار معصور. خلي هذا الحين على جنب، ونجي هنا يا جماعة. اللي بنسويه إن احنا بنقفلها مع بعض على شكل خاتم، زين؟ شوفوا. ايه وتصير كذا. الحين بقول لكم شلون. شوفوا. شوفوا يا جماعة، خلينا بنحاول الحين. A few moments later. ترى. والله تعبنا. المهم الحين تدرون بنحط الخبازات الحلوة هذه خواتم منيرة، نحطها شوي بالفرن بس عشان تصير ناشفة. إلى الحين ما عرفنا مين منيرة. ما عرفها منيرة. يلا. منيرة أنا أحبك. بسم الله. نحطها بس كم دقيقة؟ كم دقيقة؟ يعني هي على. كم دقيقة؟ يعني. على المزاج. اسأل الحكم. ما كم؟ خمس دقائق. أوه يا ريحة التوست. توست؟ يا سلام. كذا كيف رأيكم ريحة كذا أو طعمها تحميصة؟ الله الله مرة حمستني صراحة. شوف. أي والله شوفي. يا سلام نفس الشكل. جميل. كيف؟ أيوة الحين بس نسوي تكويرة صغيرة للجبنات مع السلطة ونحطها هنا. تخيلوا لو هذه مثلا تكون تونه مع مايونيز ولا لحم مفروم ولا بيض مسلوق اي حاجه زي كذا، بس احنا سوينا اسرع شيء. الحين نزينها بالخس والطماطم، ايش رايكم؟ بس اصبروا اصبروا، الفن مو الان نجاة، لا تخربين عليه. طيب يلا 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 خلص يلا حط السلطه يا بابا. اشوف هذا اشوف اللمسه يا جوج. بسرعه سوي. واو يس يس اشجعكم والله، احاول ارفع من معنوياتكم. ماما از جيفينج اس كونفيدنس. احاول ما في فايده. يلا وبسم الله الرحمن الرحيم الى لجنه التقييم. اهلا اهلا. وش رايكم اول شيء بالله؟ لا ايش رايكم؟ حركه صح؟ شكله عادي. يلا بسم الله. واو كانه ماما ما تدخلت في الموضوع. اول مره اشوفك. واو ما اول ما ذقتيه من قبل. اول
اي خلاص لمساتي انا والحلوه هذه. يلا قول بسم الله واعطي جوانا ايضا والشيخ عزوز. قضمة البعير الناعم. انت ما قلت ريمو وجوانا. لا ما احب الطماطم بس شيليها عادي يا بابا. هو ديكوريشن حلو. اجبان يا بابا. كيف كيف كيف؟ يومي صح؟ اجبان؟ والقرمشة؟ والله ناقص فليفر. ناقص فليفر؟ ناقص شطة. مع اني حطيت والله فلفل حار والله حار وبيبر مرة حلو وزعتر، كيف الزعتر؟ جنن. كم تعطي الشكل من عشرة؟ الشكل؟ اي والطعم؟ الطعم ما لك دخل؟ 10 من 10 ادري يعني انت 20 من 10 ها؟ 8 من 10 ماما اوكي يلا دوركم روحوا روح يلا ما ادري ايش تبي امكم ذي يا سلام تعطي زيادة نص لنا؟ اي والله 8 ونص يا أيوة سلام صح الشكل ذا الشكل يحزن الله الله 2 من 10 يعني الشكل في حركات يعني شف كذا مسوي توقيع يلا قولي بسم الله بسم الله اوه اوكي نعمة يا سلام اشوف اوه والله شوف الحركات واو جميل والله اوه المانجا بسم الله ما شاء الله الريحة حلوة عطر حلوة ها واو واو يامي والله او ماي جاد يا شيخ حلو حلو بابا انا اصدقك انت صدق صدق اعطيني كم هو حلو اي الله يعطيك العافية انا اعطيتك الامان ما اقدر اقول شيء ها واو لازم قاعدة اكل شيء نظيف شيء خفيف كذا تحسه هذا مو ادري عنها انا هذا شيء ما خلصتوه ما بقى الا وحده باقي حكمة جدي انا فرش فيه مانجو وطبيعيه كذا يعني اجيب لك بقره تجيب لي لا جبن ما ادري عنها اجيب بقره كاو بابا شوف التسليك حلو بس مو لهالدرجه يعني شكرا هذا شكرا ها كم تعطيه من 10 بابا يروح دائما في القريه العالميه لتايلاند عشان ياكل حقهم المانجو او صح انا احب المانجا مره بس من يدينكم على الخبصه ذا وقاعد هذا ياكل ونص نص المقادير اكلها انت شفت احنا نسوي صح اي يعني سليم ومحب سليم ومسعود وخالد كم تعطيه من 10 طيب الشكل مسكين والله لا تسالي هذا السؤال ها يلا 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 ها 7.5 للشكل 7.5 للطعم ايوه انا هو اهم شيء طعم صح؟ ها تبغى اكل طعم يعني ولا كل شيء؟ خوله الناس نامت حلو ولا لا؟ 7.5 7.5 المالح يفوز ايي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 ي
لك رمضان بسرعة. قاعد تدعي على مين أنت؟ أدري عنه أنا. أوكي. الأجبان تجنن. بس أنا أقول هذه تقدر تبدعي فيها، تحط فيها مفروم وتونة. من غير لحمة. لا تسمعين. آه الحين عجبك. اوكي لا انت اكلتي نص المقادير زي اخوكي بالضبط. هاي تضربوا تضربوا خلاص خلاص قفل الفيديو قفل الفيديو. المهم وفي نهايه هذا الفيديو وشير وسبسكرايب، اهم شيء سبسكرايب. باي. تطعنيها بالملعقه انت. اي اذا تبغيها اجل لا تسوين. باي. لا تفوق دخل هذا.